يوم 5 مارس سنة 1949، اليوم ده كان آخر يوم في العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم عوفيدا، وكانت نتيجة العملية دي إنهم أحكموا السيطرة والاحتلال الكامل على صحراء النقب، ووصلوا كمان لحد مدينة أم الرشاش اللي هي تعرفت فيما بعد باسم مدينة إيلات. طبعا الفرحة ما كانتش سايعاهم، خلاص احتلوا الصحراء بالكامل، وصلوا لحد مدينة أم الرشاش، يعني أخيرا والأول مرة هيبقى لهم شاطئ على البحر الأحمر اللي هو تحول فيما بعد لميناء إيلات. أفراد اللواء المدرع اللي كانوا مسؤولين عن تنفيذ العملية دي واللي كانوا بقيادة واحد اسمه إبراهام عدن، الناس دي ما كانوش عاملين حسابهم أصلا إنهم هيسيطروا على الشاطئ أو إنهم حتى يوصلوه، لدرجة إنهم ما عملوش حسابهم في علم يحطوه على الشاطئ بمجرد السيطرة عليه، يعني كنوع كده أو كمظهر من مظاهر إعلان السيادة. وأول ما وصلوا النقطة دي بقى فعليا وسيطروا عليها، بقوا عمالين يبصوا ويتلفتوا حوالين بعض، طيب احنا دلوقتي محتاجين علم عشان نثبته هنا، هنعمل ايه؟ وفجأة بيجي واحد كده من بينهم وبصوت عالي قال لهم اقلعوا ملابسكم البيضة الداخلية وانا هتصرف. وفعلا خلعوا ملابسهم البيضة الداخلية وقعد يقطع فيها لحد ما شكلها على هيئة علم، لدرجة ان هو استخدم الخيوط الطبية اللي في شنط الاسعافات اللي معاهم عشان يوصل القطع ببعضها، وعشان يعرف يرسم النجمة الزرقاء اللي موجودة في وسط العلم جاب أزايز الحبر اللي الجنود بيستخدموها عشان يكتبوا مراسلاتهم لأهاليهم، رسم النجمة بالحبر الأزرق، وعشان كده أطلقوا على العلم ده اسم علم الحبر. وعلى فكرة العلم ده مازال موجود لحد النهاردة في نصب تذكاري عندهم. المهم إن الشخص صاحب فكرة العلم ده كان حماسه زايد شويتين، أول بقى ما شاف البحر الأحمر اتهبل، قام جاي قالع هدومه كلها ونزل المية. مين بقى اللي واقف وراه؟ المصور، قام جاي لقط الصورة. الصورة دي أصبحت فيما بعد أيقونة التحرر عندهم، بقى كل الشعب الإسرائيلي حابين الصورة وصاحب الصورة، لكن كان مستحيل عليهم يصدقوا إن بطل العالم وأيقونة التحرر عندهم هيكون هو نفسه واحد من أهم عملاء جهاز المخابرات المصرية. العميل ده هو ألكسندر يولين، وعايز أقولك إن العميل ده بقى حكايته حكاية، لما حضرتك هتعرف تفاصيلها هتدرك قد إيه إن جهاز المخابرات عندك باله طويل جدا جدا بشكل لا يمكن تتخيله. سنة 1912 وفي واحد من شوارع مدينة كييف أوكرانيا اتولد ألكسندر يولين. أسرته فقيرة يهودية، أبوه راجل فقير يهودي معدم بيشتغل عامل في أحد مناجم الفحم. جه أبوه لما زهق من حياة الفقر اللي عايشها في أوكرانيا قام جاي واخد بعضه ومسافر على أمريكا، وسايب وراه بقى مراته وابنه اللي هو ألكسندر وبنته، وقال لهم ابقوا حصلوني بعدين. يدوب سافر من هنا وقامت الحرب العالمية الأولى من هنا، وقفت الملاحة ومعرفتش الأسرة أنهم يسافروا للأب، وبعد كده اتقطعت كل أخباره، وعدت سنين وكبر ألكسندر وحاله زي حال باقي أهل المنطقة، كلهم طبعا بيشتغلوا في الفحم، أم هو كمان راح واشتغل في واحد من مناجم الفحم. فضل شغال لحد ما بدأ يوم ورا يوم نظره يضعف، واستمر على كده لحد سنة 1939 حصلت الحرب ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين فنلندا، قام جاي واخد بعضه وانضم للجيش الأحمر أو جيش الاتحاد السوفيتي، حارب معاهم واتصاب وحصل على نوط الشجاعة، وفضل مستمر معاهم في جيش الاتحاد السوفيتي لحد ما وصل لرتبة رائد، وأطلقوا عليه لقب ساشا يعني المغوار المدافع عن الوطن، وتكريما ليه عينوه حاكم عسكري على واحدة من مدن تشيكوسلوفاكيا. ألكسندر يولين وأثناء عمله كحاكم عسكري حصل قصف مدفعي جديد جدا جدا من الجيش النازي على المدينة اللي هو فيها، كان نتيجة القصف ده ان ماتت زوجته وماتت بنته، طبعا الموضوع ده سبب عنده حالة نفسية سيئة جدا، واستمر في عمله كحاكم عسكري لحد سنة 1948. في الفترة دي كان في منظمات يهودية منتشرة في معظم دول العالم عشان يعملوا استقطاب لليهود ويدفعوهم للهجرة لفلسطين، بادعاء بقى انها ارض الميعاد وان دي ارض الاجداد والكلام الفارغ اللي حضراتكم عارفينه. صاحبنا بقى ألكسندر يولين وقع في ايد اتنين يهود من منظمة باتشا اليهودية، فضلوا بقى يوسوسوا على دماغه وزنه في ودانه انه يهاجر لفلسطين، وطبعا بسبب سوء حالته النفسية واقتناعه الداخلي بفكرة دولة الكيان وارض الميعاد خرج من الاتحاد السوفيتي وكلم المنظمة وصفروه فعلا على فلسطين. وفي نهاية عام 1948 وصل للمرة الأولى لأرض فلسطين وانضم هناك لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان واحد من ضمن أفراد الكتيبة السبعة لواء بلماح النقب، وده اللواء المسؤول عن عملية النقب أو عملية عوفيدا،
وكان القائد بتاعه واحد اسمه الجنرال عوزي نركيس، واشترك مع الكتيبة في عمليات تانية كتير زي مثلا عملية الحقيقة، عملية يوقاف، الضربات العشر، عملية ستالين، عراق المنشية وغيرها من العمليات. ألكسندر يولين كان واحد من الضباط اللي أسمائهم لمعة بارزة، وكانوا كل القادة بتوعه بيتوقعوا له مستقبل باهر في الجيش الإسرائيلي. كانوا بيعتبروه أنه قدوة ومثال يحتذى بيه عند كل زمايله، ولو أكتر من صورة مع بعض القادة المعروفين. المهم أن سنة 49 وبعد عملية عفيدة دي ما خلصت، كان ألكسندر يولين حاسس من جواه أن اسمه بيزداد لمعان وبروز في وسط زمايله، وكان بيتوقع في أي لحظة أنه ياخد المكانة اللي يستحقها في جيش الاحتلال. ولكن جت المفاجأة عكس ما كان متوقع تماما. يحصل أن جيش الاحتلال بدأ يسرح عدد من الكتيبة اللي كان فيها ألكسندر يولين، وهو كان واحد من الناس اللي تسرحوا ورجع تاني للحياة المدنية. بعد الموقف ده أصيب بحالة نفسية شديدة السوء، فضل بقى يدور على وصاية يمين شمال عشان يرجعوا للجيش مرة تانية، وبالفعل نجح في انه يرجع للجيش سنة 1952. لما رجع الخدمة مرة تانية ما بقاش حاسس كده بحالة البريق واللمعان اللي كان فيها قبل كده، وعشان كده أصيب بحالة من الكآبة والحزن، ولحد ما في يوم قرر بقى انه يغسل نفسه من جواه. قام جاي واخد بعضه وطالع على واحد من البارات وقعد يشرب لحد ما اتعمى. في نفس الليلة خرج من البار سكران طينة، ارتكب جريمة اغتصاب مع واحدة عاملة مدنية لسه خارجة من شغلها. بسبب الجريمة دي اترفد من الجيش، اسقطت رتبته، اتحرم من معاشه وخرج على الحديدة. ألكسندر يولين بعد ما ساب الخدمة كان محوش قرشين كده على جنب، قام واخد الفلوس وراح مشارك واحد في مزرعة خنازير والمشروع فشل. خد بعضه وراح اتجوز بنت يهودية، وبعد ما خلف منها بنت قامت جاية واخدة البنت وسابته طفشت من وشه. يسكت بقى على كده؟ أبدا. قام جاي رايح متجوز تاني، لكن بعد كام شهر مراته ماتت بسبب مشاكل صحية. قال لك بس جاي يا عم الحاج، والله ما انا قاعد في البلد بنت الفقرية دي تاني. قام جاي واخد بعضه ومسافر على سويسرا، واختار سويسرا بالذات عشان يبقى قريب من الاتحاد السوفيتي ويعرف يدخل مرة تانية. حاول بكل الطرق انه يرجع تاني ينضم للجيش الاحمر او جيش الاتحاد السوفيتي، ولكن كان صعب جدا جدا، كان الامر بالنسبة له شبه مستحيل. قام واخد بعضه وطالع على السفارة السوفيتية في جنيف، وهناك بقى كده وبمنتهى الصراحة عرض عليهم انه يشتغل معهم جاسوس. قال لهم انا كنت راجل عسكري في الجيش الاسرائيلي وعندي معلومات كتير ممكن تخدمكم. المهم ان السوفييت ما تخدعوش فيه، قالوا له خلاص احنا موافقين انك تشتغل معانا، هنشغلك في حاجة كده اسمها راديو أوروبا، وهندي لك مبلغ شهري 20,000 شيلن في مقابل انك دايما تمدنا بالمعلومات. بالفعل استلم الشغل هناك، ويدوب هم كام اسبوع كده ما كملش شهرين ثلاثة حسوا خلاص انهم خدوا كل المعلومات اللي عنده وما بقاش منه فايدة، قاموا جايين طاردينه وقالوا له ما نشوفش وشك هنا تاني. اتطرد بقى من عندهم وهو في اشد حالات الغيظ، قال لك هي بقت كده يعني؟ قام جاي واخد بعضه وطالع على ألد اعداء السوفييت على الامريكان. قام واخد بعضه وطالع على الامريكان وعرض خدماته عليهم، وقال لهم انا عندي معلومات كتير جدا سواء عن اسرائيل او عن السوفييت، واكيد المعلومات دي هتنفعكم. لكن الامريكان بقى هنا ما سمعوهوش اصلا وطردوه، وهددوه كمان انهم هيسلموه للسلطات الاسرائيليه. قام واخد بعضه ورجع على سويسرا مره تانيه. لما راح هناك حاول يشتغل صحفي وفشل، حاول يشتغل في تجاره العمله لكن اتقبض عليه واتسجن 3 شهور، وبعد ما طلع من السجن لا بقى عارف يروح فين ولا عارف يجي منين. مين بقى في الوقت ده اللي مراقب كل تحركاته وتصرفاته وعارف كل كبيرة وصغيرة عنه؟ صقور المخابرات العامة المصرية. وهنا بقى بيجي السؤال، افرض الراجل ده ما بيفكرش فينا اصلا، يعني ما بيجيش على دماغه من الاساس انه يلجأ لمصر، ايه العمل؟ بسيطة جدا، احنا بقى اللي نزرع له اللي يلعب في دماغه ويخليه يلجأ لمصر. وده بالفعل اللي حصل، زقوا عليه ناس بقى من اللي تابعين لينا نشلوه من حالة الفقر والفلس اللي هو عايش فيها، وبقوا من وقت للتاني بقى يسمعوه كلام من نوعية شفت اسرائيل خزلوك وعشت فيها ايام سودة ازاي، الامريكان هددوك، الروس طردوك، السويسريين حبسوك. بص بقى من الاخر كده مفيش غيرهم المصريين، هم بس اللي هيعرفوا يقدروا قيمة المعلومات اللي عندك ويدولك المقابل، يعني من الآخر هيروقوا عليك. صاحبنا بقى سمع الكلام من هنا، قام واخد بعضه طلع على السفارة المصرية، وهناك طلب انه يقابل الملحق العسكري المصري، وطبعا الملحق العسكري كان في انتظاره اللي هو في الأساس كان ضابط مخابرات.
كان هاين عليه يقول له بالأحضان يا راجل، بقالنا شهور وشهور في انتظارك. المهم إن الضابط قابله بالفعل طلباتك، قال له أنا جاي أشتغل معاكم وأقدم لكم كل الخدمات اللي أنتوا عايزينها. وكان أول سؤال يسأله له ضابط المخابرات المصري، قال له أنت ليه عايز تخون بلدك؟ أنت ليه عايز تتعاون معانا على حساب بلدك؟ رد عليه ألكسندر وقال له الحقيقة دي مش خيانة، أنا جاي أتعاون معاكم عشان أقدم خدمة ليكم وليهم، أنا بتعاون معاكم عشان أنتوا الاتنين تتجنبوا الحرب. فالضابط المصري قال له تمام، طيب وإحنا إيه بقى اللي يضمن لنا ولاءك؟ فرد عليه ألكسندر وقال له عموما كل المعلومات اللي تاخدوها مني ما تدفعوش المقابل الا لما تتاكدوا منها. وقال له كمان انا عاوز اكون اهم راجل ليكم جوه اسرائيل، وتدوني عموله على كل واحد اجنده لحسابكم، وانا شخصيا عندي استعداد اجند لكم جيش من الجواسيس هناك. ضابط المخابرات قال له حلو قوي الكلام ده، بص بقى عم ألكسندر، الكلام هنا مش هينفع، انت هتاخد بعضك وتطلع على باريس، وهناك هتلاقي ناس تبعنا مستنيينك، هيسلموك جواز سفر مصري هتنزل بيه القاهرة على انك مصري، وهناك هتلاقي ناس تبعنا في انتظارك ومرتبين لك كل حاجة. وبالفعل ألكسندر نفذ الكلام حرفيا، خرج من سويسرا طلع على باريس، وهناك استلم الجواز المصري ونزل على القاهرة على انه شخص مصري. واول ما وصل القاهرة لقى طبعا الرجالة في انتظاره، اخدوا بقى معاهم وقالوا له براحتك وعلى مهلك خالص، قول كل اللي نفسك فيه. واول ما بدأ يتكلم سيل معلومات واتفتح، كل حاجة يعرفها عن صحراء النقب قالها لهم، آليات دفاع، تشكيلات عسكرية، عدد قوات، طبيعة تمركز. الراجل ما بخلش بأي معلومة، والحقيقة أن الجهاز برضو ما بخلش عليه بأي حاجة، المعلومات اللي قالها اتقدرت واتدفع تمنها. وقالوا له أنت كده تمام، وعموما إحنا هندربك على كل حاجة وما تقلقش، إحنا مش ناسيين طلبك التاني، أهم حاجة بس أن الثقة بيننا وبين بعض كده تزيد، وبعدها أكيد هتبقى أنت الراجل الأول لينا جوه إسرائيل. أهم حاجة اوعى تتسرع في أي تصرف، واوعى تجند أي حد إلا لما ترجع لينا الأول. وأول ما حط رجله بقى في إسرائيل بدأ الشغل، معلومات معلومات، وكل معلومة يبعتها ياخد تمن. وكانت أهم معلومة يبلغ بها المخابرات المصرية معلومة من داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية، المعلومة بتقول إن فيه هجوم قريب هتشترك فيه إسرائيل على مصر، وكان يقصد بيه اللي حصل فيما بعد وهو العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. واستمر بقى الحال على كده بينهم لحد ما وصلت منه أغرب رسالة لجهاز المخابرات المصرية، الرسالة بتقول إنه جند رتبة كبيرة جدا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، والرتبة دي هو القائد عوزي نركيس، وده اللي كان قائد عليه في الفرقة السابعة. المخابرات المصرية لما استلمت المعلومة دي طبعا كانت حاجة غريبة جدا، وده اداهم جرس انذار في الحال، لأن العميل متنبه عليه أكتر من مرة إنه ما يتصرفش من دماغه، وبالتالي أصبح العميل بتاعك مصدر قلق مش مصدر معلومات. طيب والحل؟ المخابرات قالوا خلاص عموما عشان ما نتسرعش في القرار خلينا نتبين الموضوع ده بشكل عملي عشان نتأكد هل الموساد عرف ولا معرفش، وهل القائد بتاعه بلغ ولا لا. المهم إن المخابرات المصرية بعتوا له رسالة وطلبوا منه مقابلة سريعة في أتينا، وادوله خط سير عشان يمشي عليه. خط سير ده معناه ان مثلا يقولك انزل في المكان الفلاني، وبعد كده هتركب تاكس تروح لمكان تاني، في المكان التاني ده هتقعد في كافيتيريا مثلا لمدة ساعة، وبعد كده هتاخد تاكس تاني تروح لمكان تالت وهكذا. والحقيقة ان خط السير ده هو فرصة للمخابرات المصرية عشان يكتشفوا هل في حد بيراقب العميل بتاعهم ولا لا، وده بالفعل اللي حصل. اكتشفوا ان الموساد بدأ بالفعل في مراقبة العميل، وان القائد بتاعه اللي هو حاول يجنده راح بلغ عنه الموساد، والحقيقة ان الموساد كان بيراقب العميل لغرض تاني، وهو انه يعرف اماكن وعناوين المراسلات السرية للمخابرات المصرية. ولكن المخابرات المصرية ما بلعتش الطعم، والحقيقة ان هم اللي شبكوا الطعم للموساد الاسرائيلي. ازاي؟ العميل ده اصبح بالنسبة للمخابرات خلاص كارت محروق، وعشان كده ادوله عناوين مزيفة غير حقيقية غير العناوين الأساسية اللي هم بيتقابلوا فيها. لكن هنا بقى بيجي السؤال، الراجل ده وبقى كارت محروق هنسيبه كده من غير ما نستفاد منه؟ طبعا ما ينفعش. طيب نستغل بقى العميل ده ازاي ويخدمنا في ايه؟ نستغله في تقوية مركز عميل جديد لينا كنا لسه يدوب زارعينه في اسرائيل ما بقالوش سنة، العميل البطل رفعت الجمال او رأفت الهجان او جاك بيتول، اللي كنا لسه يدوب حاطينه في اسرائيل سنة 55، يعني ما عداش عليه سنة. طيب تعمل ايه بقى المخابرات المصرية؟ قاموا جايين بعتين لرفعة الجمال او لرأفة الهجان
وقالوا له إن في واحد عندك اسمه ألكسندر يولين وادوله كل بياناته. الشخص ده كان شغال عميل معانا، والحقيقة إن خلاص كارته اتحرق وعايزين نخدمك أنت بالكارت ده. ادوله بقى كل بياناته وخط سيره ورسموا له خطة بسيطة كده عشان يتعرف عليه. رفعت الجمال أو رأفت الهجان نفذ الخطة حرفيا، وفي وقت قصير جدا كان بالفعل قدر إنه يتعرف على ألكسندر يولين. ولحد بقى ما جت اللحظة المناسبة، المخابرات المصرية تواصلت مع رفعت الجمال، قالوا له يلا بقى يا بطل بلغ عنه. هتروح هناك هتقول لهم إن أثناء الحديث مع الراجل ده اكتشفت كده أو حسيت من جواك إن الراجل ده بيخون إسرائيل، وإنك بتشك إنه على علاقة بالألمان. أنت بس قول لهم الكلمتين دول وهم هيقوموا باللازم. وطبعا رفعت الجمال أو رأفت الهجان ما كدبش خبر، خد التعليمات من هنا ونفذها بالحرف. والحقيقة إن العملية دي كانت واحدة من ضمن العمليات اللي قوت مركز رأفت الهجان جدا جدا، وزودت ثقة الأجهزة في وجوده. وفي 20 ديسمبر سنة 1956 اتقبض على ألكسندر يولين، وتحقق معاه وثبتت إدانته، وتقدم للمحاكمة واتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولكن قدم طبعا أكتر من استئناف، وحاول بشتى الطرق إنه يثبت بطولته بقى ووقوفه جنب إسرائيل والحروب اللي خاضها مع إسرائيل، وعشان كده تم تخفيف الحكم عليه لخمس سنوات فقط. واتعمل فيلم عن الموضوع ده في إسرائيل اسمه عالم الحبر، وهتلاقيني سايب لك بعض المصادر في صندوق الوصف. وكمان لو عاوز تقرأ القصة بشكل كامل هتلاقيها في كتاب جواسيس المتوسط، وده كان ملف جديد من ملفات المخابرات العامة المصرية. وعايز أقول لحضرتك إن لما بحكي لك عن ملفات جواسيس مصريين جندتهم إسرائيل ضد مصر، فأنا بحكي لك الملفات دي عشان تعرف الخيانة وجزاء الخيانة. لكن في نفس الوقت برضو المخابرات المصرية عينت ليها جواسيس إسرائيليين على إسرائيل. أنا كده كده بحكي لك الملفات دي وبحكي لك دي، لكن لما بكلمك عن الجواسيس المصريين أو العرب عشان تعرف الخيانة وجزائها فيه. ومش معنى الخيانة إنك تاخد بعضك وتروح تبقى جاسوس على بلدك في دولة تانية. الخيانة ممكن تتم من هنا، لما تخون الأرض اللي انت عايش عليها، لما تخون أهلك وناسك والشعب اللي انت تربيت في وسطهم. رحمة الله على كل أبطالنا وشهدائنا الأبرار، ولعنة الله على كل خائن لأرض وطنه. عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصري العظيم، وتحيا مصر، وإلى اللقاء. السلام عليكم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي.